ساعة الموال يا طلب الموال نبيها على ما قيل ناسه وكيف رجال ومن قدم الدلة يقدم لها فنجال صلاتي وتسليمي على أشرف عباد الله. كنا الإماراتية منزلين عرض وعطر جديد على كيف كيفكم. أنا ما ودي إن أحد يفوت هالعرض. منزلين عطر اسمه كحيلان وجايبين الفباقة وأنتم تستاهلون. والعطر تعرفون المانجو فيه من المانجو والشيء الكثير. وعاد أبو ربيع أبخص من في العطور. يا أبو غازي أول شيء أنا الباكج اليوم 4 عطور لكن فيها واحد من العطور عبارة عن 4 عطور الحالة كأنك جزاكم الله بالخير. فالكم الفوز ان شاء الله. ان شاء الله الله يسلمكم يا رب. ان شاء الله باربع اهداف يا ابو عبد الله. باذن الله سوبر هاتريك. باذن الله باذن الله سوبر هاتريك. بحول الله دامك تقول انت 4 اهداف في ابو حشر اليوم عرض هذا كحيلان. اخواني وخواتي الغاليات، هذه الجوهرة الثمينة اخر شيء اصدرت دخون الاماراتية. تعرف كحيلان؟ لا والله. تعرف كحيلان؟ لا والله ما اعرف. تعرف كحيلان؟ تعرف كحيلان؟ ما اعرف. تعرف كحيلان؟ ما اعرف. انت سكيب يا ابو عبد الله شوي. تعرف كحيلان؟ والله. تعرف كحيلان؟ ما اعرف اطرده. تعرف كحيلان؟ لا. تعرف كحيلان؟ كحيلان انت يا ابو ربيع. الله يسلمك. لا والله ما اعرف. تعرف كحيلان؟ الله الله اي والله عارفه وجربته يا ابو ربيع قبل ليلتين. وش رايك؟ قسما بالله عطر عالمي وشي فاخر، ولو اني عارف ما كان عندنا اعلان لهذا العطر والله لا اشتريه من الفرع، لاني زرت الفرع اللي في موجان مبارك في خميس مشيط وشميته وتعطرت فيه. يمين بالله يا غازي انه تحفه. تدري ليش العطر عالمي؟ لان مصممه الاسباني الشهير في عالم العطور جوردي فرنانديز، واحد من أشهر مصممي العطور في العالم. أخذوا 2 سنين يصنعون هذا العطر يا جماعة الخير، متخيلين؟ تدرون ليش سميناه كحيلان؟ ليش؟ في رجال أنه سمني بمعروف أنا ما أنساه ما حييت، بيحطون النصائب على قبري وأنا ما نسيت معروفه، فسميته كحيلان. واتصلت على أبو عبد الله مالك دخون الإماراتية وقلت هذا العطر اللي مزيج خرافي وتركيبة خرافية سجل باسم كحيلان. مختلفة عليك نور. اللي بقدر أقوله لك في هذا العطر إن فيه مانجا وعنبر. واحد من أروع المزيج اللي ممكن تشمه فيه، ما راح أقول في حياتك، ولكن أنا ما شميت مثله والله. والله عطر، والله عطر يا غازي. ريحه المانجا حلوه. تدري ايش تمنيت؟ تمنيت اني مسوي فيك معروف ومسميه على اسمي الطيب هذا. والله يا غازي انه من اجمل العطور اللي ممكن تشمها ورائحته غريبه يعني. تركيبته فعلا غريبه. عطني يا ابو ترف. تزين ريحه الزينه. ها ها اللي ما جربت العطر شمه. عقب تمين. ابيكم تشمون من هنا ريحه مخله. عظيم ان شاء الله مليون حصلت. بس احنا نبغى نقريب. سمو. نبيه مقريب. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عز الله انهم معودين على التميز وان هذا عطر مميز. غازي مو بثقيل، ريحته حلوه مو بثقيل، شيء شيء على مستوى. تشوفون على التركيبه الحلوه ذي ابو عبد الله يستاهل اقوى تحيه. يا جماعه الخير كحيلان سعره الان لو تبغى تشتريه وانت ما شفت السنابات ب 445 ريال. صحيح. اسم العرض القوي فعلا اللي ما ينتفوت. كحيلان مع 3 عطور تعتبر من أجمل العطور عند دخون الإماراتين. برايفة الأحمر من الشاقة. والله العظيم يا جماعة الخير إني شام من ريحة برايفة قبل الإعلان في أبو بنت الديرة في أبو حشر. لو ما يجيني جيت برايفة الأحمر من أميز العطور وأعجبها. ليش؟ له ريحة في الشماغ سلمك الله. ولو
حطيته مع العود ريحه ثانيه. انت قل لهم وش عطرك اللي قبل الاعلان، اسالك بالله وانت رايح للملعب. اقسم بالله العلي العظيم، شوفني اقسمت وانا ماني مضطر اني اقسم، ان انا معي في شنطتي ولا تعطر الا من عاني برا السعوديه. غازي انا مسيم رحت معك جده، تعرف تحت الكاميرا كم اخذت علبه؟ كل ما انا اخذت واحد ما احتاج اقول. يا جماعه برايفة الاحمر اللي يلبس ثوب وشماغ يتعطر منه ويستخدم البخور عليه، والله شيء ثاني. يا بربيع اذا جالك ولد سمى برايفة الاحمر. انا مخلص 6 علب من هذا وامشي في السابع. كم علبه خلصتها؟ 6، والله العظيم انها 6، كل ما غلقت علبه جبت العلبه الثانيه. طيب على طاري برايفة الاحمر، اخواني الرجال اللي يحبون العطور الرجاليه، انا بروح السيجنتشر سيلفر. هذه لها حكايه خاصه يا بربي. هذا انت تحبه وراعي تبوك يحبه اخوي مدري. والله فيه نكهه النعناع والزهور الفرنسيه، رسمي رجالي على مستوى. تبع هذا الصدق بعيدا عن الاعلان يا غازي. والله لو أدخل دخون ويقولون اختار 3 عطور رجالية إني لاختار سيلفر واحد منهم. أكيد أقول وأنا صادق ورب الكعبة. فخم. هذا اسمه عطر البشوت، تعرف الريحة اللي تجي بالبشت ثاني يوم من الـ من الـ من الزواج. عزل الصادق. مع 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 الطيب ومع أمور الزواج والعطور. حطوها لك في عطر. هذا يصلح للمناسبات، يصلح للعقاريين، للناس اللي راهم، للناس اللي رايحين يعني الاستراحه وزي كذا شبت نار. استراحه 285، احنا نتكلم فوق ال 1200. طيب بعد استخدام كود غازي ومباراة المنتخب اليوم، الامور امور يا ابو عبد الله. متفائلين احنا ان شاء الله باذن الله. حتى احنا متفائلين ان السعر بيكون خرافي. سلام. تعجبني صراحه في الامر ذا، تعجبني بالحيل. ركز لي عليها، حط تحتها خطين. انك اذا ما جاز لك المنتج تقدر انك تسترجع مبلغك خلال 30 ثانيه الكتروني من الموقع، وتخلي العطور عندك لين ما يجي اليوم التجربه فريده من نوعها، تحضر مباراه المنتخب وتآزر ومنصورين باذن الله، تروح لاستاد خليفه على سكوتر، تجربه جديده بالنسبه لنا. كل اللي عليك تحمل ابلكيشن، تدفع 150 ريال قطري، توكل على الله، اسهل واسرع طريقه توصل فيها للملعب. احمد الشوارع يا ابو، تجربه فريده واول واحد يغطيها اخي غازي الذيابي هو جروب، اليوم حبينا ناخذ التجربه ونروح للاستاد على شكل. بيض الله وجهك. اليوم يا ابو سعيد سعودي ولا عماني؟ الكتاب بين من عنوانه. ياهو العالمي، اليوم المنتخب والالوان كلها تتوحد، العالمي والهلال والاتحاد كل الانديه سوا مع المنتخب، ايش توقعاتك؟ والله في الظروف الصعبة ذي صراحة ما كنا يعني الواحد يتمنى انه يقابل منتخب خليج. والله مباراة صعبة يا غازي، انا اتوقع انها تعادل. 20 سنة انا بالنسبة لي اللاعب انسحب من تنفيذ. اللاعب انسحب، اللاعب رجع، اللاعب الاعلام والدنيا والجمهور تركوا المباراة، تركوا بطولة اسيا، وصار ما لنا كلام في الموضوع ده. يعني خرجنا برا الملعب. خرجنا برا الملعب، الله يعين اللعيبة. فال الله ولا فالك. طيب خلونا نروح لبو ذيب تندح الخضرة. توقعاتك اليوم؟ انا خالف ابو شوق تماما. صح الجمهور مضغوط والشارع الرياضي مضغوط، بس اعتقد والعلم عند الله اليوم نتيجه كبيره جدا للمنتخب السعودي. يا سلام سلام. 4 اهداف. حيا السعودي، حيا حيا السعودي، حيا. خلونا نروح للمونديال ابو ترف، ايش توقعاتك؟ والله دائما اشوف بقول لك حاجه غلط. يعني وتعرف تشكيله المنتخب يعني فيها مكس شباب كثير، يعني قليل لعيبه الخبره. اليوم لعب 3-4-3، يعني فترى في عبء على يعني اليوم احنا معولين بعد الله سبحانه. انا شخصيا معول على السعودي عبد الحميد ناصر الدوسري، تنوع حلول هجوميه، زياده عدديه. طبعا انا شايفه لاعب 3 سناطر، المدربين اللي من النوعيه هذه هو اهم شيء يامن نفسه وينتظر الهدف يجي بعد وقت، بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقه، الشوط الاول الشوط الثاني ما يهم، ما اهم شيء اني اطلع من البدايات بسلام. يعني نفوز اليوم ولا مو باذن الله؟ انا اقول توقعي 2-1. يا رب. ابو رعلبل، ابو حشر، هلا حياك الله، ايش توقعاتك؟ والله طال عمرك المنتخب العماني خصم كبير وما نستهين، بس انا باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله ان 4-2. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. ها يا علي، ابو خالد، والله غازي انا اقول تفائلوا بالخير تجدوه، انا متفائل الليله باذن الله تعالى. سمعنا سمعنا سمعنا. الله الله يا منتخبنا. ايوه ان شاء الله. خلونا نروح لبن مشيه، مش توقعاتك؟ والله يا ابو ربيع
احد الدنيا مقلوبه فوق تحت، ولكن ان شاء الله باذن الله الدنيا مقلوبه فوق تحت. فين اقصد؟ يعني الشارع الرياضي. أي الشارع الرياضي طيب. والاشياء اللي سايره، ولكن باذن الله التمنيات ان شاء الله الفوز المنتخب، وباذن الله صقورنا قدها ان شاء الله بيفوزون 2-1 باذن الله. هاي ابو غازي، انا اقول 3-1 للسعوديه ان شاء الله. مين يسجلها يا ابو غازي؟ يسجلها الشهراني. الشهراني ما جاء. صالح الشهري المخطف الاخوان مدل يا رجال. طيب والباقي سالم الدوسي. اي نعم سالم الدوسي. شوف اللي النجعي. النجعي عمي يتمشط راس مجنونه. امان الله. المنتخب وتشكيلته هالمره تذكرنا ب 2007. الله 2007 راح المنتخب بدون محمد نور في عز مستواه، بدون حسين عبد الغني في عز مستواه، بدون احمد الدوخي في عز مستواه، بدون مبروك زايد، بدون لعيبه نجوم كان لهم ثقلهم بالدوري السعودي، ومع ذلك المنتخب وصل لنهائي كاس اسيا وخسرنا من العراق. السنه دي باذن الله المنتخب بيلعب على النهائي. توكلنا على الله، توكلنا على الله، بسم الله. يا الله يا كريم، منصورين باذن الله، منصورين باذن الله. سام 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 يا ابو، يا سلام سلم ابو سعيد بيك، عز الله انك معزب الظفر، بيض الله وجهك على كل شيء سويته لنا. ما سوينا شيء حقكم، وجايين نازل المنتخب السعودي فلهم التوفيق ان شاء الله. بيض الله وجهك. بسم الله بسم الله. نزلوا اغراضكم هنا يا شباب، نزلوا اغراضكم. يلا 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 يا النشامه، يلا 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 حماس يا شباب يلا. العميل الاخضر طيب، 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 العميل الاخضر يا كريم. وصلنا المنتخب العماني متقدم بهدف، لكن يلا 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 ان شاء الله ما يخيب هالجمهور العملاق الكبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انضم للليكسز 15 يا جماعه الخير، نجمة سناب ابو فارس. مرحبا مرحبا البقايا. هلا يا ابو غازي. وشوق انت ما تشوف المطار يا ولد؟ ما شفته. وشوف شوف هذا المعالي قدامنا. شوف عشان قلت كايد نجم السناب صار يجاكرني زيكم تذكرون المشاهير في السناب. ضرب يا مخرج، ما في نجم وانا موجود. الله يصلح كذا يا نجم. ويش والله نجم الاستراحات، نقل بيئه الاستراحه في السناب. لا لا حي وحي استراحه. حي الافضل يا بشبعه. حي الى الملعب على الاسكوترات. انا سبقت الشباب والله، اجت فضايح اللي ما يعرف يسوق ولا راحت. الحق يا ابو غازي، انت بلا تطيع دوس. الله يوفقك. وخر عني وخر عني. حيوا حيوا التذكره بخمسة ريال. ظلم ترادفينه. اه ما شاء الله الله يقويهم. الله الله الله. ابو سعيد طويل الذراع وخطره اليمنى. اي والله عليك جود. الشوط الاول كان العمانيين راح بخير وان شاء الله. واحد صبر الحمى. الشوط الثاني ان شاء الله انه ما يخرج. 2-1 ان شاء الله ان شاء الله. المن من السعوديه. الله يبيض وجهي. الاول هتروح والثاني بيروح. لو ذبح الحبه